والآن إلى بغداد وتجربة فنية للفنان العراقي أركان الجابري الذي تحول من الرسم بألوان الزيت إلى الرسم باستخدام القهوة، الأمر الذي جذب العديد من المعجبين للوحاته المميزة. نتابع. جربت جميع الاختصاصات بس القهوة كانت عندي بيه قصة يعني معينة. سنة قبل سنة أو أكثر من سنة باعتباري أنا إعلامي حبيت أن أخفف من وزني، يعني المفروض الإعلامي لازم يكون شكله مقبول بالشاشة، فطلبوا مني أن أخفف الوزن. طبعا من ضمن تخفيف الوزن والنظام الغذائي لازم أشرب القهوة. القهوة في اليوم عندي أرسم، فاحتاجت الى لون معين حتى ابدي ارسم به اللي هو اللون البني. حبيت اجرب القهوه بحد ذاتها، فبديت اخطط بها. شفت هذا اللون كلش حلو وبيه توزيع كلش راقي وينطي الدرجات اللونيه اللي اريدها. القهوة طبعا هي قريبة للرسم بالمائي، يعني اللي يرسم بالمائي من السهل أن يرسم بالقهوة، لكن شنو اللي يميز القهوة أن هي لون واحد بس تبدي أنت فكرتك وشغلك شلون تبدي توزع اللون وشلون تخلي من اللون الفاتح للدرجات اللونية الفاتح والأغمق. أنا بديت بالتقليد، تقليد للوحات مثلاً عالمية بديت أرسمها وبديت أخطط بها. شوي شوي بديت أنفرد وأتميز برسمي، بدأت أختار شخصيات حقيقية وصور فوتوغرافية وأبدي أخططها وأشتغلها بالقهوة. كل فنان يمكن إلى محفز حتى يكون فنان وحتى يقدر إلى واهس يكمل شغله. التحفيز الأول والأخير هو التشجيع. أنا التشجيع جاني عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي الفيس وغير الفيس. طبعا أكثر من أصدقاء يشجعوني على هذه الخطوة وشافوها خطوة جديدة وفشي غريب من نوعه. أنا ما أقول أنا الوحيد اللي أرسم بالقهوة، لا، أكو فنانين يرسمون بالقهوة، بس عندي كان تميز بشغلي.